السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة وسهلة التحضير بالنسبة للبوتي أو للفطور. اليوم إن شاء الله واحد الحرشة اللي هي زوينة بزاف وكتجي رائعة بحال ديال المحلابة أو المسفج. تقدروا ديروها صغيرة أو كبيرة، المهم المقادير مكونات مضبوطة. عندي هنايا سميدة رقيقة، اللي ما تعرفش السميدة رقيقة بالنسبة للدول العربية الأخرى الشقيقة، عندنا هنايا رقيق اللي كدار في البسبوسة، هي هادي السميده. درت انا هنا تقريبا درت هنايا جوج كيسان، يعني هاد الكاس اللي عبرت انا جوج كيسان عامر ونصف، جوج ونصف، جوج كيسان ونصف. عدي هنا نديرو شويه الملحه، غنديرو نصف خماره، نصف ديالها او معلقه كبيره ديال الخماره ديال الحلوه. عندنا هنايا السنيده غنديرو هنايا جوج معالق ونصف ديال السكر، ملعقه كبيره، هذه هي الملعقه الكبيره اللي غادي نعبر بها الماء. غادي نشوفوا على حسب الخليط شنو ها، ماشي تعجن، غادي تخلط بالماء. الزيت غنديروا كل كاس غندير فيه جوج معالق ديال الزيت، يعني غنديروا ربعه معالق ونصف ديال الزيت، الزيت الروميه. ودابا غنبداو على بركه الله. في الاول المرحله الاولى غادي نخلطوا السميده، نخلطوها مع الزيت ومع السكر ومع الخماره صافي. وتقدر داك الخليط تخليه تصوبيها في الصباح وتخليه حتى العشيه باش تخلطيها بالماء وطيبيها، اولا تصوبيها في الليل تخليها حتى الليله، ماشي مشكل، ما غتخسرش. المهم غنوريكم الطريقه. ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه. دابا ما نخلطش بالماء، غندير غير غنبسها بالزيت والسكر. ناخذ الخليط ديالنا، لان هاد السميده غادي كتكون بسه بالزيت، غادي نديروها في المقله باش ما تلصقش لينا، ناخذ منها واحد الكميه. دابا غادي الملحه غنديروا شويه على حسب، حتى شويه الملحه، الخماره غندير قلت لكم معلقه كبيره، تتشكل باقي فيها وما نديرهاش كامله. بالنسبه للسكر كما قلت لكم غنديروا واحد جوج، غنديروا جوج بركه، تبقاش حلوه بزاف تكون ما بين هكا فيها الملح وفيها السكر، ما تكونش مجهده الحبس، حلوه بزاف. غنديروا كما قلت لكم درت جوج كيسان ونصف ديال السميده، غندير كل كاس جوج معالق ديال الزيت، واحد، يعني غندير خمسة المعالق، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. وغادي نبسها بالزيت، كندخلو فيها الزيت بحال هاد الشكل. الخميره كذلك تعجنو مع الخميره ديال الحلوه باش تدخل فيها، يعني هذه هي غادي نخليوها ترتاح، ما نخدموهاش دابا. انا دابا في الصباح وغادي نخليها حتى العشيه ونطيبها، من يقرب الكاسكروت ونطيبها، خلينا نعجنها بالماء. وهاد غادي نخليوها واحد الشويه باش كنديروها فوق المقله ولا نديروها فوق منها. انا غندير غير وحده، يعني غادي ما نديرش وحيدات صغار. وتقدو ولا بحال دابا ما عندكمش السنيده ديروا بلاصتو العسل، العسل كذلك مزيان كتعطي الحرشه واحد اللون، العسل عادي بلاصه السكر صافي. دابا كما شفتو ملي خلصتها غادي نخليها صافي، نغطي عليها تخليها حتى نبغي نطيبها ونعجنها بالماء. من بعد ما ارتاحت يعني خليتها واحد نص نهار، تخليوها كما قلت لكم ليله. دابا غادي ناخذها غنحيد من واحد الكميه شويه باش
ديرها فوق منها كما شفتوا كتجي رطبه. شوف كتشرب على خاطر هذاك اللي دان. صافي ناخذ واحد الكميه هذه غنديرها فوق منها ولتحت. دابا غادي نعجنها بالماء. غنعبر بهذا الكاس باش تعرفوا شحال ديال الماء درت. وما غير ما تكونش مجموعه. بسم الله هذا الشكل هذا غندير بشويه بشويه وغنعجنوا. واش غادا نخلطوا بصبعنا غير بهذا. ندير كاس كامل. شوف هذا الشكل هذا. خلطها بحال هكا ما تعجنوش غير بصبعكم الشكل. صافي بركه ما غاديش نزيد كاس اخر غير هذه الكميه بركه. ديروا بحال ما هكا كيبان لكم الماء مازال هذا الشكل. راه ما عجناش ونطيبوا هذا بنيت. يعني غادي نوجد واحد المقله ما كتلصقش. المهم المقله اللي ديال الحرشه غناخذ هذه لانها كميه قليله وما عنديش المقله داك الثقيله صغيره كبيره بزاف. دابا غناخذ هذه اللي خديت وغنرشها لتحت باش ما تلصقش ليا. نرش بحال هذا الشكل هذا. المهم لان هي راه جاريه راه غادي تشرب هاد السميده مش مشكل. درت بحال هكا وغادي ناخذ هاد الخليط كما راه كتشرب غادي نديروها هنا. سرحوها قادوها مزيان. من بعد غنقادو حتى الجناب ماشي مشكل. جات هي هذيك مع المقله. وغادي ناخذ هذه الكميه كذلك غنديرها فوق منها. خليت بزاف ماشي مشكل. نديرو حرشه اخرى غاديش تخسر واخا تبقى لكم ما كتخسرش. نقادو الفوق ندورو بيدينا. نقادو الجناب كذلك شي حاجه شي ملعقه هكايا خشبيه باش ما تاخذوش الحديد باش ما تنجرش لكم الا كانت مقله ديال الطيفان. شتو دابا غنقاد الجناب ديالها يعني غتسرحو هذاك الباق داك التفرتيت هكا الفوق تسرحو على الحرشه نقادو الجناب ديالها. تكون دائريه على هذا الشكل. تجي على هذا الشكل هذا.
كما شفتوا كتجي هكذا دائريه صافي. ودابا غنشعلوا البوطه. شو مشكله الباقي يبقاو؟ يعني راه ساهله ماشي صعيبه. مسحوا الجناب باش ما يتحرقش الحرشه باش تحس منها. دابا حطيتها فوق البوطه كما كتشوفوا. ما جهدش العافيه عندي راه متوسطه، يعني خصها تكون مقله ثقيله باش ما تحرقش لكم من التحت. نحسبوا واحد 10 15 دقيقه هكا 10، المهم ما بين 15 13 14 هكاك دقيقه نحركوا المقله هكا. الا كانت ما صافي تجمعات من التحت والفوق راه يعني راه قساحت ناشفه قلبوها. كما كتشوفوا من بعد ما كتنشف من الفوق يعني ما تبقاش فازقه وناشفه من الجناب، ملي تنديروا هاد شنو العاقه كتلقايها راه تجمعات. شوفوا كتشمي ريحه الحرشه صافي نقلبوها. قلبوها نشوفوا واش طابت من التحت. نديرو واحد الطبيسين يولا بحال هكا كما شفتوا. دابا راه قلبتها راه طايبه من التحت. دابا غادي نرجعها من عافيه مهيله، غادي نرجعها وبلا ما نرشو لان راه الفوق راه فيه هذاك الغب هذاك السميده قالو حابس شويه. يعني انا عافية مهيلة واحد 10 دقائق 15 دقيقة ما تفوتش قلبيها. الشكل شوفوا راه باقي فيه داك التفرتيت. ولا بغيتوها ما تكونش غليظة تكون مقلاة تكون كبيرة، ما بغاش تكون رقيقة بزاف باش يلا كتدهني وسط منها. صافي العافيه على الشكل هذا باش طيب من جميع الجوانب. وخاص كذلك المقله اللي كطيب مزيان كتكون ثقيله كدور العافيه طيب مزيان طيب يكون مقاد. خليوها انا بلا ما نغطيوها خليوها غير هكا. ودابا يعني راه طابت غنحركوها بحال ما كتلقاوها لاصقاش صافي نحيدوها. كتشم ريحه الحرشه ريحتها صافي تتدفعي عليها. دابا شوفوا عليها صافي دابا نديروها في الطبسيل. كما شفتوا انا قلبتها يعني شديت المقله وقلبتها فيها الفوق هو اللي شفتو كبيله. دابا راه تحت يعني هاد السميده كتحرق شويه الا كانت المهم خليتها طابت مزيان حتى الشكل هذا كتجي زوينه. بالنسبه للحرشه اللي طابت ما ديروهاش ديريكت في الطبسيل باش ما تعرقش ليكم. كما كتشوفوا راه عرقات هنا لان الحراره كتسخونه كتحبس وكتحول العرق. ديروها في واحد الطبيسيل في واحد الزويف هكا اولا الورق وغطيوها باش تبقى سخونه بما توجدوا اتاي ولا قهوه ولا المهم باش تبقى لكم سخونه. ونخليها حتى تبرد باقي سخونه وعاد باش نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا الشكل ديالها من الداخل. بعد ما بردت الحرشه دابا غادي نقطع لكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم. الحرشه ديالنا هي كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف طايبه من الداخل باش تبان لكم مزيان كتجي رائعه. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها راه كتجي زوينه. نتعمروها بهذا فرماج المهم تقسموها على جوج وراكم كيفاش يعني تقسميها كتبقى واقفه داخل ديالها
معجناش غير الا بغيتو ديروها رقيقه من هذه ديروها رقيقه، المهم على حسب الوليدات تيبغوا يعمروها هكا بالفرماج اولا الشوكولاته، المهم اللي كاين. نتمنى الطريقه تعجبكم، ما تنساوش اخواتي ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الا عجبتكم القناه بطبيعه الحال، وما تنساوش لايكات ولايكات باش دائما نعطيكم مواصفات سهله وبسيطه. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، بالنجاح والتوفيق للجميع.